السبت 19 من مارس آذار. إمعاناً في تضييق الخناق على المواطنين، أعلنت اليوم القيادة العامة لقوة دفاع البحرين لمرتادي البحر وهواة الصيد عن منع الحركة كلياً اعتباراً من الساعة 5 مساءً ولغاية الساعة 6 صباحاً وحتى إشعار آخر، كما أعلنت تقليص ساعات حظر التجول في المنامة. واستمرت الانتهاكات والاعتقالات التي يقوم بها ملثمون في وقت متأخر من الليل وفي الساعات الأولى من الفجر، كما استمرت الحوادث والاحتجازات التي يكون مسرحها الشوارع ونقاط التفتيش. وذكر تقرير لجنة تقصي الحقائق بأن قوات الشرطة واصلت إجراءاتها في نقاط التفتيش واعتقلت عددا من المواطنين، وكانت تضبط وتعتقل كل من تجد لديه ما له علاقة بالمتظاهرين من أعلام وهواتف تحتوي على رسائل نصية أو صور وتسجيلات مرئية وصوتية مناهضة للحكومة. وفي هذا اليوم أصدرت الجمعية السياسية بيانا حول خطورة الأوضاع في البحرين والتدهور الحاصل بعد قرار الحكم تغييب الحل السياسي واللجوء إلى الحل الأمني والعسكري بمساعدة قوات درع الجزيرة، وبينت دخول البلاد إلى منزلق خطير ينذر بأوضاع أكثر خطورة بسبب انتشار الميليشيات المسلحة التابعة لأجهزة الأمن والدفاع متخفية بلباس مدني تتمترس عند مفارق الطرق والأحياء وتمارس عمليات اختطاف واعتقالات بلا سبب في محاولة لإثارة الرعب والخوف في صفوف المواطنين. وتحدثت الجمعيات عن اختفاء العديد من المواطنين على أيدي الأجهزة الأمنية والعسكرية التي ترفض الإفصاح عن مواقع احتجازهم واستمرار الاعتداءات المتكررة من قبل الميليشيات المسلحة على المواطنين أثناء ذهابهم أو عودتهم من أعمالهم، وكذلك استمرار أجهزة الإعلام في التحريض والكراهية ضد المعارضة السياسية وضد مكون أساسي من مكونات المجتمع البحريني. لا راح يتحاسبون والبحرين يزيره وخفي منها مفر، واللي كل من تدخل في هذه الأمور راح يتحاسب، وكل من وقف راح يحصل له ثواب، وبإذن الله الناس اللي صبرت ووقفت ويا سيدي جلالة الملك معروفة، مثل ما عرفنا اللي وقف ضدنا عرفنا اللي وقف ويانا، والأيام إن شاء الله تحكم. نعم. الشيخ لو تسمح لي كلمة واحدة بقولها لك. آمر. ما يأمر عليك عدو، أنت رجل من صلب رجل والكلام ذي يتاج على رأسنا، وبالفعل اليوم كلمة سيدي جلالة الملك أن عفى الله عما سلف هذه ما بتكون موجودة، وأن من أساء للبحرين ما يستحق خير البحرين. الله يحفظكم لنا ويعز دوم آل خليفة الله يسلمك. الله يطول عمرك، مشكورين كلكم وما قصرتم. واليوم قال الملك في زيارة للقوات العسكرية إن مملكة البحرين أفشلت مخططا خارجيا تم الإعداد له لمدة لا تقل عن 20 أو 30 عاما استهدف البحرين حتى تكون الأرضية جاهزة لذلك، فلتهنأ البحرين بما أنجزته وليحفظ الله البلاد. ومساء اليوم أصيب الشهيد هاني عبد العزيز عبد الله جمعة 33 عاما بطلقات نارية بعد أن تعرض لضرب مبرح بأحد المباني التي كانت قيد الإنشاء في منطقة البلاد القديم، واستشهد متأثرا بجراحه بعد أن نقل إلى المستشفى الدولي ومن بعده إلى المستشفى العسكري حيث استشهد ولم تستلم جثته إلا بعد أيام.